تعجبوا عليا علاش؟ باش ضربوك عشان عاود لينا تعجبوا لي تعجبوا عليا وتعجبوا لي على ولادي وتعجبوا لي على داري كيدير هذا الاعتداء او جاء الاعتداء ديال الضرب والجرح اش من باش ضربوك ضربوا لي بنتي هذه الثانية ديال الخطر دابا باش ضربوا لي بنتي ضربوها شفتي كلشي على عيني ضربوها بالسنقه وخلاوها وملي ولاد دمايات ولا ايه ولاد دمايات ايه ودرنا جميع الحلول حتى شي حاجه حتى شي حق احنا ما شايفينه يعني دعيتيهم وزهيناهم ودخلنا معهم المحكمه حتى وصلنا معهم الاستئناف ودابا راه وصلنا معهم حتى النائبه العامه في الرباط يعني ودابا هاد الناس دابا نضوا علينا نضوا شي وحدين اخرين من العائله ديالهم خسروا لنا واحد 4 المطافي ديال الماء اشنو خوفهم؟ خوفهم شي ماده ديال المازوط ديال المازوط والجوليو ولا ثاني ديال الصباغه شنو يعني هاد المطافيات كتشربوا منهم؟ كنشربوا منهم ومازال حدا الدار حدا الشراجم ديال السكان ديال المارين الدوار ماشي زعما بعاد هاد المطافي ما زعما بعاد ما والو حدا الديور يعني ما لقيتوش لقيتو ما تشربوا؟ لا حنا ما لقيناش ما نشربوا حتى البهيمات ديالي ما بقاوش مازال ما يشربوا شنو يعني هذه الماده اللي خوتي واش ماده سامه ولا ماده متسميتش ملوثة يعني الا شرب ما تشربش الماء دابا عطيتهم سميتو الكسيبه ما عطيتهم الكسيبه ما بغاش يشربهم ملي عطيتهم الماء اخر من مطفيه اخرى شربهم يعني واش السم هذا ولا شنو؟ لا عليا راه جندرم راه صوروا داك الشيء راه داو الماء ديالهم ولكن حتى شي نتيجه ما شفناها اخويا حياتك ولات في خطر؟ الحياه راه بحال انت كتشوف فيها الناس راه الناس كيشوفوا انت يعني عاود الناس راه كاع ولادي تما في خطر ماشي غير انا انا وليت خايف انا وليت الى خرجت خايف انا وليت خايف الى كنت خارج ولا كنت داخل واش الناس يعني ما بقاو كيخافوا من حتى شي حاجه هاد الناس ما كيخافوا حتى من ربي اللي حلقهم هذا هو المشكل وانت ما عندك لي حمايه ما كانش لي حمايه انا غير وحدي انا ما عندي لا خويا لا با ولا مول سميت هاد الدوار فين كاين الدوار جماعه تمالو الدوار تيكونيسين جماعه تمالو ايه الدوار تيكونيسين دائره تي اغرم والناس يعني ديال الدوار اش كيقولوا في هذا الشيء هذا الشيء دابا راه عارفين كل شيء اش كاين ولكن حتى شي واحد ما بغى يقول الحق حتى شي واحد ما بغى يقول لي الحق باش حسيتي حضره ولا شنو؟ حسيت بكل شيء شنو اللي بكاك مولاي؟ شنو اللي بكاك؟ بكتني الهضره تعجبوا لي على ظهري فراو لي داري ودخلوا على ولادي وكرفسوهم واش دخلوا حتى دخلوا حتى للدار عندي التصور ديال الدار وعندي الشتاء ديال الدار وعندي ديال كل شيء ماشي دخلوا حتى فراو الدار ودخلوا واحد الشيء حنا تبعنا القانون ولكن حتى شي حق ما شفناه سيدي كي درت تدخلوا للدار؟ هذاك النهار فاش دخلوا للدار؟ هو هذاك النهار واحد في شهر 9 سيدي الناس كان الرجال كانوا خارجين الدوار يعني وكاين بوحدكم في الدوار؟ ايه كاين غير العيالات يعني حنا خارج انا مشيت كنخدم حيت كنخدم في الدار البيضاء فهمتيني؟ الناس هادو ما عرفتش طيحوا لنا شي تسمم في المطافي انا الدريه مشات تسقي في واحد المطفيه كيكبوا فيها الجماعه تمالو كيكبوا فيها الماء مشات تسقي فيها وقالوا لي كيهضروا مع العيالات قالوا لهم العيالات اشنو اللي لاح لكم في سميتو في المطافي قال لهم راه اللي دار هذا الشيء هما داروا غير مال الدوار ماشي ما كاينش شي واحد البراني اللي غيدير هذا الشيء حيت كاين المطافي بين الشراجم ديال السكان راه غادي يعرفوا شكون اللي داير هذاك الشيء ملي قالت لها هكاك نضت وحده ضربت معاها قالت لي هي حنا اللي خسرنا لك الماء فكوهم العيالات مشاو نادو خوتها طلعوا من واحد من واحد من واحد الواد كيقولوا ليه تجو مدر مع 6 العشيه دخلوا عليهم للدار وكرفسوهم ملي كرفسوهم هربت لهم الدريه طاحت عند شي جيران ملي طاحت عندهم نادو دوك الجيران حيت كنت كنتخاصم معاهم النادر نادو دوك الجيران خرجوها وبداو يشلخوا فيها وداروا لها ديك الحاله اللي شتي يعني الحدود الساعه ما تنصفيش كيفاش؟ الحدود الساعه ما خديتي حق ما خديت لا حق لا والو ولينا كنشربوا هذوك ذاك الماء اللي كتكب السلطه من في واحد المطفيه ديال سميتو ديال الجماعه
رسالتك للمسؤولين اليوم شنو كتطلب؟ انا كنطلب حتى نضرب حقي يا سيدي، كنطلب حقي انا، ما حتى شي حق ما كاين. انا بلا بشره مع الناس، وانا غير واحد زيني ما عنديش اللي يخدم عليا، ما عندي، وما خلوني غير، ما خلوني غير باني انا خليت الملك ديالي تداوه، وداو لي الشجر، وداو لي جميع المسائل، وهاد الحاله اللي داروا لي مؤخرا راه بزاف ماشي معقول. هاد الناس ما بغاو، هاد الناس مستمرين الحقره. اي الحقره. قول للنمره ديالك اللي بغا يتواصل معاك، اللي بغا يتعاون معاك. قول للنمره ديالك اللي بغا يتعاون معاك. النمره ديالي سيدي 06 28 37 37 51 38 على الاخر. عاودها 06 28 37 51 38 على الاخر.